خلينا نبتدي في انا داخله جامعه جديد ومحتاجه ما تهش ما تلخبطش. الاول اللغه المصريه بتاعتي مفهومه؟ شكرا شكرا. محتاجه اخش جامعه وانا عندي رؤيه واضحه لدخولي الجامعه وخصوصا البنات. ليه؟ ليه؟ عشان لسه مزعقه امبارح في لايف انا. عشان خاطر اللي بيحصل. احنا عندنا دلوقتي يعني انقلاب في الموازين، انقلاب في المفاهيم، حاجه اسمها انتبهوا يا بنات جيدا، حاجه اسمها الوعي الجمعي. ففي دلوقتي اسقاطات على المراه المسلمه والبنت المسلمه على الاسلام عامه. ازاي اغير مفهومك كعام؟ لبس، شكل، موديل، ستايل، موضه، الجامعه، لازم في الجامعه يبقى فيه كذا، ولازم في الجامعه يبقى شلاليه، والشلاليه اللي في الجامعه لازم يبقى فيها صبيان، ولازم الاولاد معرفش ايه، اصل تعاملات البنات فاشله جدا وبعدين خبثة بقى، يعني ما بيدوش مذكرات ما بيساعدوش، لكن شله الشباب 10 على 10 وكذا. وتخيلي مجموعه من الكلمات هقوله لك النهارده واللي هحتاج ان مخك يحفظه، هكررها مره واثنين وثلاثه عشان بس تبقى واضحين وصراحه، ولا نتكسف ولا نستحي، وفي نفس الوقت انا داخله جامعه رؤيه واضحه قدامي واهداف واضحه وسليمه، محققه الاهداف، محققه ذاتي، ليا سمت دخلت بيه ومحافظه عليه، قلب الجميل، الفطره الحلوه العسوله دي، وانا طالعه بنفس القلب، اول دخله وفي اول خطوه رضا ربنا سبحانه وتعالى، وفي اخر خطوه رضا ربنا، مش طالعه وانا اقول انا عايزه اقفل الانستجرام بتاع الجامعه والسناب ده هلغيه وهعمل كذا وكل الاخطاء اللي حصلت بسبب ان انت ما انتبهتيش. انا واحده من الناس، يعني انا لحقت في النص الثاني، يعني الترم اخر الترم الاول من اولى جامعه، لكن بقيت اول الشهرين الثلاثه دول كانوا يعني فنكوش. كنت اتمنى على الله حد يجي يقول لي وينصحني زي ما احنا واقفين النهارده. فانا عايزاكم النهارده ما تسمعونيش بالودان، اسمعوني بالقلوب يا بنات. عندي ثلاث محاور هنتكلموا فيهم. اول حاجه وانا داخله الجامعه عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه انجح. البارة اللي اهلي دافعينها والفلوس اللي اهلي دافعينها دي يعني احلها. عايزه اتفوق، عايزه اتميز، عايزه اشوف وابقى داخله في موضوع التوبيتاك والابحاث ومش عارفه وايه واعمل واكمل. يبقى جانب دراسي رقم واحد. ده جانب دراسي نعمل فيه ايه؟ خطه. ايه الخطه؟ والله يا دكتوره هلا اقسم لك بالله بعمل خطه واثنين وعشره وتتقطع وتعمل ونبدا صفر ومن اول وجديد. وبالظبط مش مهم، مش مهم، انا بقول لكم مش مهم. حتى لو هي ما حققتيش ال 100% هاتي لي 30% وانا اقول لك ممتازه. المره الجايه هتحققي ال 40% وال 50% احسن ما تبقي صفر وانت ايه بياضه. رايحه فين؟ انا رايحه الجامعه. جايه منين؟ انا جايه من الجامعه. وعملت ايه؟ والله واللي في الامتحانات شكرا، ولا حققتي اي حاجه. يبقى الجانب الدراسي محتاج تخطيط. واللي ما بيتخططش وما بيخططش لمستقبله ايه اللي بيحصل له؟ يعني بلاش نقول الكلمه عشان يعني عارفه بتخض الكلمه دي. بيتم التخطيط له، بتبقي عروسه ماريونيت هم اللي بيلعبوا بيكي، صحابك بقى، الدنيا بقى، المعيد، الدكتور، اي حاجه، وانت كده بتحس انك مضروبه على دماغك ومش عارفه ايه. معقول السنه الترم خلص؟ معقول؟ طب انا فين؟ صفر. لا، وحط الخطه بتنظيم الوقت. تنظيم الوقت افشل فشل لو ما كتبتيش. انا بقول لك اهو، تنظيم الوقت معناه ورقه وقلم. والله في دماغي راح، مش عملتيه بالليل، صحيت الصبح بخور بخر خلاص طار. لازم حاجه اسمها الفكره صيد الخاطر، الكتابه صيد الخاطر. يعني ايه؟ اللي انا عندي حاجه في دماغي في الخاطر اما اكتبه بقيده. يبقى اكتب، ده رقم واحد. وتنظيم الوقت يعني بالوقت. وانا والله بديكي نصيحه وجايه لك من المستقبل وبقول لك خلي الكتابة أو التخطيط أو تنظيم الوقت بتاعك على مواعيد الصلوات. سهل جدا، أنا قايمة من قبل الفجر بصلي الركعتين ربنا يفتح عليا بيهم، أدي ركعتين الفجر وبقول أذكاري وقرآني وبعمل براجع اللي ورايا، عندي النهاردة كذا، عندي مادة كذا، خدت مش عارفة إيه، خدت الناس اللي شغالة في خاص مثلا سلايدات أو
المراجع امهات الكتب بقى، والله يعينكم. المرجع قد كده والكتب قد كده، الله يعينكم. لكن هو ده واجب الوقت، اللي هو ايه؟ اللي الله عز وجل يرضاه، اللي هو ايه؟ اللي ربنا يحبه. واجب الوقت اللي ربنا يرضاه ويحبه هو ده، انك انت تنجحي في الوقت. مطلوب منك ايه؟ انا طالبه اورانجيم بن. اورانجي ولا اورانجيم؟ اورانجي بن. انا ده انا عامله تركي جديد لواحد عايزه اقول لكم. فالفكره ان احنا ايه؟ انك تبقي محدده. طيب خلصت رحت الجامعه محدده من الساعه كذا للساعه كذا، وبعدين هطلع واجي الاكل بسرعه ومش عارف اقعد بقى بناكل حاطه بقى وهتفرج بصي على البتاع ده بس في البتاع، وتفضلي اعملي سكرول 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 والدنيا باظت، ضاع منك ساعتين ثلاثه. لا انا محدده وجبه الوقت هتبقى في ثلث ساعه، الميه الشرب بتاعها. طب المشتتات ها نعمل فيها ايه؟ المشتتات دي اللي بتتصل وبتقول، انا بقول لك اهو خليكي قاسيه شويه وخليكي جريئه وقولي لها لا مش مناسب ليا دلوقتي. طب انا هضطر اقفل معاكي وممكن اكلمك بعد ساعتين في الوقت البريك اللي انت حاطاه لنفسك تلت ساعه. ينفع نكون لا اصل يعني صاحبتي وانتمتي ولازم نحكوا السبع كلمات وبتاع، ضاعت ضاع الوقت. محطوط في ميزان الحسنات ولا السيئات؟ ما اصل احنا ما بنقولش بس لازم الكلمتين الراخد هم اللي اعمل ايه؟ الوقت اللي انت محدده فيه جزء معين من اتمام المهام ما ينفعش حد يجي يشغلك عنه. مشتتات ابعديها قولي لها لا. ينفع نقول كده ولا هنتكسفه؟ مين فيكم بتقول كده؟ ارفع لي ايديها. الله الله، ده انا هسقف لكم بقى سقفه جامده. لا 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 ده ممتاز جدا. ليه انا بفرح بانجازات البنات؟ لانك حيية وده الاصل، ولانك عارفه انت الرقة مين؟ البنات. البيت اللي ما فيهوش بنات مهرجل، تخش كده شقه العزاب الشباب الشراب هنا والدنيا هنا، ولكن البنات كان في احاسيسها مرهفه رقيقه فتتكسف او تتحرج او ما بتحبش، وخصوصا الشخصيه الحساسه بقى، الشخصيه القلب الجميله اللي المفروض ما تعيش في الكون ده، تبص تقول لك اصل هحرج. لا احرجيها طالما في وقت، ها انا بكرر اهو يبقى احفظي، طالما في وقت انجاز المهام لا شكرا ما مش مناسب ليه. طب يلا هنخرجه، طب مش عارفه ايه ده عاملين مش عارفه فين ده هنروح لا، الا اذا امر هيعود منه عليكي منفعه عقليه او قلبيه او روحيه، خلاف كده لا. يبقى ده اول حاجه. خلصت الجزئيه الخاصه بالمهام بتاعت اليوم وعملت فيدباك، انا بقول لكم اهو ازاي نبقى في ذاكره قصيره المدى وذاكره متوسطه المدى وذاكره طويله المدى. قصيره المدى بتاعت ال 24 ساعه عناوين وايدي كده بس عشان ايه يبقى مشغلين الحواس كلها، والاقلام الفسفوريه ادي الاخضر العناوين الرئيسيه، ادي الفسفوري الثاني العناوين الفرعيه. اللي كان بيبقى عندي خمس امتحانات في سنوات من السنوات العظيمه وعندي منهم اربع اولاد، وبامتحن في شهر خمسه حقوق، وبامتحن اول سبعه اعداد دعاء، وبامتحن 15 سبع قراءات، وبامتحن 23 8 28 8 واخر 8 امتحان بتاع تمهيد الماجستير في سنه. وتعلمت من حد قال معلوم، حط العناوين الرئيسيه وبص على اللي تحتها وراجع. اول يوم 24 ساعه ذاكره قصيره المدى، تاني يوم بقت متوسطه المدى بعد اسبوع داخله من المتوسطه خلاص لطويله المدى بعد شهر خلاص انت جبت امتياز. وركزي مع نفسك كده مقسمه دماغي، لان دماغك عامله زي الكاميرا، شفت اللي بيصوروا الكاميرا دي؟ هو دماغك لقطه كاميرا كده، ساعه ما بعمل كده ابص لقطه كاميرا بصه تانية، بس ادي العناوين وادي الفرع قفلت. كان بيقولوا ايه؟ الله مش عارفه الصبعه يا ماشي. كان في خط احمر فوق وخط نقطه تحت يعني كده ماشي عيدي تاني. المهم انك انت مش سايبه وقتك يسال عن خمس منها وقتي. انا مانجزه اعرف من البنات الحاليات اعرفهم واحسبهم ولا ازكيهم ولا ازكي على الله احد، اللهم بارك اللهم بارك، بياخدوا بالمهارات الاثنين والثلاثه في قلب الشهر. وكانوا بادئين تقول لك مش قادره يا دكتور والله بنام، اصل انا باين عندي نقص فيتامين د، فانا مشكلتي كبيره جدا فمش قادره اركز. اشتغلت على نفسها لان كله بالتدريب، ودي مهاره. عارفه مهاره يعني ايه؟ زي لبس الطرحه. شوفي اول مين يوم لابسه حجاب بتعمل ايه؟ المرايه قدامك والدبوس الناحيه دي وكده، او اول يوم بتعلمي سواقه بصه تحت يقول لك ارفعي راسك وانت بصه تحت، هو كده. بعد كده خلاص
انت سايقه وايدك عامله وبتاع، ولو حد عمل من العيال بتلطقي يعني الدنيا هيسه هو كده. فالمهاره احنا نفرح سهل اكتسابها، بس تشتغل على نفسك صح. اللي نجحت واللي خدت واللي تميزت واللي قالت واللي لها بصمه في الحياه اسمك ايه؟ روبان. يعني جت في حظي روبان. يا روبان انت فين؟ انا هنا اهو. قال لا ايه الدليل؟ ادي الاثر. رومان متفوقه الصالحه الطاقيه ما شاء الله، البسامه ما شاء الله اللي كانت مفيده اللي في اثر. لكن نعدي كده ريشه في مهب الريح، شكرا. ايه ده جات وعام كان فين؟ كان هنا. ما نعرفش. ده مش معناه اسمعوا عشان في خط فاصل، ده مش معناه ان انا لازم اكون البرفكت المميز اللي كده. انا بسعى وباخد بالاسباب وهي طاقات، حد يقدر يجيب كذا، حد يقدر يستمر. الوصول سهل، لكن المحافظه على المستوى ان انت دايما في الطب هو اللي محتاج مجهود. يبقى اول محور بسرعه كده، المحور ايه؟ التعليم. انا حاطه هدف ومعايا خطه وتنظيم وقت، وابقى جريئه يا بنات واقول لها لا مش ايه؟ عايزه اسمع. لا مش ايه؟ مش فاضيه، مش مناسبني. تمام كده؟ تمام. النقطه الثانيه بتاخد وقت كتير جدا من البنات، واخدان الوقت دوت احنا يعني انا ما بحبش تضييعه. عندنا مربع ايزنهاور اربعه كده بتاع ايزنهاور عارفينه، هام وعاجل وهام وغير عاجل وهام. في جزء ينفع افوضه حد يعمله، في جزء تاني ما ينفعش، لازم انا اللي اعمله ولازم له وقت، ولو ما اتعاملش دلوقتي روح. ليه؟ عشان ما ضيعش الوقت. اكثر احفظي اكثر الناس حسره يوم القيامه بتوع سوف، بتوع سوف دول يجوا يقول يا ريت ليه بكره ان شاء الله حاضر بقى سمعنا بقى ربنا يسهل، وما بتاخدش خطوه. لا ابدأي، ولو بدأتي متاخر احسن ما انك ما بداتيش. اللي جه متاخر يقول لك ما غاب من حضر، خلاص حتى لو جه متاخر مش احسن من ما جاش، المهم ابدأي اول خطوه. النقطه اللي بتضيع وقت وعايزاكي تركزي فيها الهدوم، موضوع الملابس وخصوصا البنات. مش عايزه احكي، مش عايزين نطلع اسرارنا على الـ على الـ على الهواء، لكن بياخد منك وقت ومجهود، او مجموعه من البنات كتير جدا الامر ده بياخد. لبس الجامعه لبس عملي وحاجه بسيطه عشان ما تتكلفيش فيها. وانا نصيحتي ليكي انك انت ادي احنا مثلا عندنا سبت وحد، يبقى يوم الحد او من يوم السبت بتغسلي وبتاخدي الحاجه يوم الحد، ادي اطقم الخمس ايام مكويه بالطرحه متعلقه، مكويه بالطرحه متعلقه. طيب ده تايم او وقت ان انا ينفع اعديه؟ ابدا. انا اعمل فيه دبل تايم وتريبل تايم. ازاي؟ اشغل فيه محاضره، اسمع فيه حاجه، اتعلم مهاره، احفظ 10 كلمات بالتركي بالافعال بدل هم يصرفوها براحتهم. المهم ان انت ايه؟ عامله وضع. ما انا قلت لكم انا عامله تركي جديد خالص، يعني انا بديهم الفعل وهم يحطوا اللواحق براحتهم. فانت ما يعديش كده، انا بكوي خمس اطقم بالطرحه بتاعتهم بحالهم بجد. طب لا معايا ثلاثه بس حلو، سبوا لك والثاني لضيفك والثالث للشيطان، صلوا على الرسول. لكن تبقي مجهزه حالك، ما اقعدش ساعه وضاعت المحاضره وضاع مني الميتروبوس الاولاني اللي انا عارفه انه فاضي عشان اخد الترام باي اللي مش عارفه ايه، والدنيا الدنيا باظت بسبب ان انا بتاعت ايه اصل انا بعمل بسرعه، اصل انا باجي على اخر، مش بتاع اخر الوقت دي، لا ما بتحققش انجاز. وده من الاوقات اللي احنا بنقول اكبر المشتتات. ادي الخمس تطقم كوياهم، شكرا سلام عليكم. ادي الاولاني خلصته وهكذا، اتغسلت حط ورا وهكذا وهكذا وهكذا، شكرا. ما تاخديش وقت. النقطه الثانيه اللي قبل ما اعديها في النقطه دي، اوعي ثم اوعي ثم اوعي تتخلي عن حجابك. فين التتار؟ عارفين راح فين التتار؟ ها اندمج مع المسلمين، بقوش موجودين. انت اللي صاحبه هويه، انت اللي صاحبه سمت. اوعي اوعي تتاثري بسمت، واوعي ده اصل بيعملوا، اصل مش عارفه يا بنت الله يصلح حالك، لا اصل القصه وبعدين ده في بقى دلوقتي اللي هو الطرحه كده ودي كده وبعدين الرقبه باين. اين الله؟ انت مسلمه، الله عليكي. اما تبقي بسمتك وحجاب وشيك، ما بقولكيش ما لا وشيك، وهاتي الحاجات للسيلات والدريسات التحفه بتاعتك، بس بسمتك وحجابك
ده الخارجي، فين الداخلي؟ ولباس التقوى ذلك ايه؟ خير. اللباس الخارجي ده انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، زيادة في التنعم. ولباس التقوى ده لباس القلب، ده لباس القلب. ونطلع منه للمحور رقم 3، لباس التقوى ده يعني ايه؟ ايه اللي ممكن ان انا اقول احفظ به قلبي وانا داخله جامعه؟ الاختلاط ثم الاختلاط ثم الاختلاط ثم الاختلاط، من هنا لحد اخر الدنيا هفضل اقول الكلام ده؟ لا، اصل معايا يا مذكر في حدود في تعامل، يبقى له ضوابط شرعيه، غض البصر، اللبس الشرعي، الكلام المحترم، مش وعايشين حياتنا بقى. وبعدين تلاقيها مش ده صوتها، ما انا نفسي اعرف ان ده صوت، مش صوتك، انا عارفه صوتك عبعال يوم خميس اهو، عارفين احنا القصه دي بره ومش عارفه وايه وكذا. والشباب اللي ولاد الرجاله صيادين طبعهم، حتى لو ملتزم كويس هو صياد وبيعرف، وفي كيمياء بتتحصل. هو مستهدفهم ايه لو مش ملتزمين؟ يلا سنة أولاد، تلاقيهم جايين ايه خمسة كده، كل واحد ماسك مجموعة جايين سنة أولاد بقى، وايه واعمل لك ايه واساعدك وهي صوت علي معانا على الجروب، ويلا الانستا بتاعك ايه، وباظت تبقى يعني. يعني انا مش عايزة اقول ان مش ده مشتتات، لا ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، وانا تحت سقف ربنا. واللي عايز يعمل حاجة بره سقف ربنا ده يختار له سما، يختار له بقعة ارض بقى ربنا مش شايفه فيها. اصل ايه؟ ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. ايه اللي عند ربنا؟ تفوقك بس، رزق حلال طيب مبارك فيه، حب الناس، فتح القلوب، من عند الله. فما تحت سقف ربنا يبقى انا عبد لربنا، هو اللي عالم ايه اللي يصلح. قال لك لا، ولو حصل اختلاط بضوابط في مساحه شرعيه مش واقفه لازقه في الوال، في ايه؟ واختلاط ولا تلمس، هو ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين بيديها المذكره فلمس ايه ده؟ حيسه بقى، حيسه وبرنيسه. وبعدين قاعده كده الامور بتتطور، بدل ما بقى مجموعه كلنا فيها بتوع الدفعه، لا واخدني على الخاص. ليه ياخدك على الخاص؟ اصل انت عامل لك ريبلاي برايفت وبعدين بيسالك فيه ما اعرفش. لا ارد على العين، ربيته هو خدها برايفت على الخاص ريبلاي، انا قوم جاي ردله على العين، سؤالي يا فلان بعد كذا، الرد كذا، شكرا. محدش يقدر يهوب ولا يقول لا على منى ولا ضحى ولا اي بنت من البنات اللي حضروا النهارده، لان انا هوقفكم قدام ربنا. اقول يا رب انا جيت وكانت همه دعيانا وقفنا هنا والبنات كانوا عددهم اللهم بارك، وانا قلت لهم هيحاسبني، انا بلغت، انا قلت لكم. قص البلاوي اللي عمت بها الامه الاسلاميه التبسط، اشاله الحدود. هو ايه المشكله اما تبقي ناجحه وفي مجالك وبتعطي وفي عمل تطوعي؟ واعرف بنات تحفه جدا في عمل تطوعي وبيعملوا وبيسووا وهكذا، السمت محدش يسأل لها هيبه، محدش يجرؤ ان هو يتعدى. ليه؟ انها عارفه ليه بسمتك انت اللي بتقدمي اللي قدامك يتعامل معاك ازاي. عشان كده هتقولي كده اول صوره النور، ومعلش ما تزعلوش مني يا بنات، ما اسمعوا مني، انا امكم هاله وخليلكم هاله، اسمعوا مني. هاتي صوره النور كده، الايه بتقول ايه؟ سوره انزلناها، الله يفتح عليكي، يبقى كل اللي جاي في الصوره ايه؟ فرد. وبعدين بقى اما اول ما جاب احكام الزنا والاختلاط قال ايه؟ قال الزانيه والزاني. قال لا احنا ايه الكلام ده بقى دكتوره هاله وبتاع ومش العقاب اول على مين؟ البنت، المراه. ليه؟ هي صاحبه الله، هتفتح بابها ولا تقفل؟ هي عندنا في القانون المصري يثبت دي تم تعرضها لاغتصاب ولا كان برضاها من المقاوم، هي فاهمه ولا لا؟ ما تفتحيش الامر ده باحترام وتقدير، شكرا، على الراس تتشالي. وعندي قصص كتير جدا جدا، مش بقول كده عشان الجواز وبقول كده لا، بس انا فعلا عندي قصص وهم موجودين في 2022، والله ما بارك دلوقتي اساتذه في جامعه. اقول لها يا فلانه كانوا شله داخلين مع بعض صيدله، والثانيه كانوا داخلين طب واسنان، هنعمل ايه طب في موضوع الاختلاط؟ ثلاث سنة ومعايا الورقه بتاعتهم، 22 هدف كانوا حاطينه كاتبينه بالقلم الرصاص، وانا عامله لهم سي دي بي، تقول كل لما عيالك يكبروا هوريهم الورقه دي. هي هدفها ايه وهي داخله جامعه؟ هي عايزه ايه وهي داخله؟
فاتفقوا طب هنعمل ايه، ده احنا عندنا عملي واكيد في شباب غير. بالاحترام، فهم بيتخرجوا اخر سنه، الشباب بتوع الجامعه وهم بينادوا اساميهم، كانوا اوائل دفعه، هم بينادوا اساميهم بالكرامه طلعوهم، وكلهم سقفوا لهم تسقيف خاص ومعامله خاصه. ليه؟ حاولنا بكل الطرق في كل سنه نسلط مجموعه مختلفه عشان نكسر حاجز الشله دي، ما عرفناش. لكم منا كامل الاحترام، ومتسجل الكلام ده. شرايط فيديو بقى، ما اعرفش انتوا حضرتوا شرايط الفيديو ولا انا ايام الهكسوسه. انا في نماذج ناجحه وينفع تنجحي في مجالك وحالك، مكان دراسي، تنظيم الوقت، عدم وجود المشتتات، لبسك وجاهز عشان ما تضيعيش، كوني جريئه وتعلمي تقولي كلمه لا، واخر حاجه الاختلاط لا. طب ما اجيب يعوضك الله خيرا منه. ليه؟ لانك تركتي الامر ده لله، حتى لو كان عنه، ولو حصل تعامل بحدود. زي ما قلت لك خليكي جريئه وقولي للبنت لا، وتعلمي مش وقت، مش مناسبني، انا مش فاضيه دلوقتي. اوعي تفتحي الباب ده، الوحيد، الباب الوحيد يا بنات، ودايما بنبه على بنات جامعه، هو ده اهم حاجه عندك في جامعه، المجموع، الدراسه، الابحاث والتوبيتاك، وتبقي مركزه على الحاجات دي. والجانب الثاني، اوعي تقعي، اوعي تقعي، اوعي تتزلي، اوعي حد يبقى ماسك لك سكرينه ولا شات ولا واخدك مش عارفه فين وبنت جابتك وانت، اوعي، لا، انت اعلى من كده واكبر من كده وعند الله غاليه عن كده. تطلعي من جامعه وانا بنفس الاهداف، حققتي كام هدف؟ كان نفسي والله تبقى ورشه ونقعد نكتبه كده ونقول كل واحده الورقه دي فيها كام هدف انا عايزاه، فيها كام امنيه، لا مش امنيه، احنا مش بتوع امان، احنا بنوع تحقيق، احنا بتوع انجاز. وتيجي في اخر الجامعه انا حققت ده، واعرف من الامهات حاليا وكانوا بنات قبل كده وموصياني وصيه في وصيتها كده، خلوا هاله تحط الورقه دي في كفن تروح بيها لربنا، عامله فيها ايه؟ طب خليني ابص عليها بصه، بما ان انا اللي حطي لك الكلام ده. طيب ما عند الله ياتي بطاعته مش بالمعصيه ابدا، ان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه. والاختلاط اكبر الاكبر المصايب، نخش في مصالح حكوميه ونخش في معاملات او في بنات ويبقوا كويسين وعاملين انجاز، لكن مفيش حدود، وده كذا وده اتصل وده مش عارفه الساعه 1 بالليل وده كذا وده باخد لها شات وده واخد لها ودي بتاعت دي ومربطين غلط. ايه ده؟ احنا جايين نحب، احنا جايين نحب ونعمل دويتات، ولا جايين نحقق هدف ونخلص علشان ننجز ويبقى لنا بصمه في الحياه، ويعرف ليا صيت في السماء قبل صيت الارض، لكل عبد صيت في السماء. هو ده، نعرف نكون كده؟ لا، انا عايزه اسمعكم بصوت عالي، ينفع نكون كده؟ قولوا الله المستعان. ينفع نكون كده؟ قولوا الله المستعان. ينفع نكون كده؟ الله المستعان. 10 10. جزاكم الله خيرا، وارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم.